في شغل اكتر من كده، ما عشان كررت بتاعت موسى هلال بعد ذاك الناس تمرك، لا لسه في شغل اكتر من كده. كويس، طيب خليك معي هنا، خليك معي هنا. ده الجنجويتي حميدتي قال شنو؟ الجنجويتي حميدتي الرباطي قال شنو؟ ها كل متهمين الدعم السريع من الدور الاول من زمان احمد هارون العملين بقوا الدعايه والشيطنه احنا سلمناه وتحاكم بالاعدام حتى اسره المرحوم تفضل اسره القتيل جونا قال لنا يا اخي احنا الزول ده ممكن نصل لتسويق ونمشي واهل وين احنا رفضنا وين ربوا علاقه رفضنا حتى نقعد معاهم في الـ في الـ في الـ في الـ بعد هم ردوا قلنا لهم احنا ده بالنسبه لحساباتنا برا لان اجلهم عاد يشوفوا اهله فعلا اهله مشوا واتفقوا تقريبا انا ما متابع لكن تقريبا فكوه ده جماعة اول جريمه لنا يا جماعه في اتابع طوالي الناس اللي عملوا المشكله مع المظاهرين سلمناهم وتحاكموا بالاعدام في دبي مشكله كسله الاجهزه النظاميه دي كلها ما سلمت بما فيهم الشرطه والشرطه دي المفروض الجهاز اللي يكون اكثر حريص على القانون أنا احنا سلمناه وتحاكموا بالاعدام لكن انا نشكر اهل كسل عفوا في المحكمه انا احنا يا جماعه حاكمونا ضابط ضابط من كبوشيه ضابط مالي بنمرة عربيه حاكموا بالاعدام بنمرة عربيه حاكموا بالاعدام الزول ده يوم فض الاعتصام هو في المناقب شاهد فض الاعتصام في التلفزيون وكلكم شفتوا اهله ظاهروا عشانه دي 17 شاهد عشان كده احنا بنقول يا البلد بقي فيهم قرقوش حتى العداله للاسف الشديد العداله بقي فيها كلام الزول ده اتحاكم بالاعدام الان بنمره العربيه بنمره العربيه الزول ده الان محاكم بالاعدام احنا قلنا له ما نسالكم مشت المحكمة العليا أيدت الحكم 17 شاهد كلامهم ما تسمع الجماعة دي كروا 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 بينا قاعدين بدقوا برا القاضي حاكم الزول ده رجال خوف ده برضه احنا صابرين لكن حبل المشرق ما خليه ينشني والله لأنه نحن عارفين انه بريء ونجيب له 100 نفر نجيب له 1000 نفر شهود لأن الزول في العيد بيلف على البيوت كلها يا اخوان طيب. شايفين الجنجويتي حميدتي الرباطي قال لك اي زول تابع للدعم السريع ارتكب جريمه حاكمناه قول واحد وقال موضوع بتاع كسله ناس اهل كسله قال جزاء من ده الله خير يا زول ونحن عارفين حصل في كسله شنو قال عفوا لنا الناس في المحكمه لكن زول ما الضابط برقم العربيه قال هو كداك في المناقل وفضل اعتصام وزول ده قال في المناقل عليك دينك نصر برضه من الاغبياء زول في المناقل كيف يجيبوا رقم عربيته ويتحموه يقول له ده انت ما اكيد قاعد في الاعتصام هو القطر فقال يا زول قال الناس قاعدين يا زول في المحكمه برا يدقوا ققره وققره وققره والقاضي كده حكم بس خاف حكم و17 شاهد ونحن حنجيب له 100 شاهد وحنجيب له 1000 شاهد ما يخش اسمه حبل المشنقه كيف يعني؟ القاضي نطق الحكم عرفت كلامي؟ انت عندك حق الاستئناف من محكمه الموضوع لمحكمة الاستئناف من محكمة الاستئناف للمحكمة الوسطى من المحكمة الوسطى للمحكمة العليا بجيب قرار نهائي خلاص الزول قال يعدموا ما دارين دي انتهى الموضوع تجيب لي كيف شاهد الشهادة دي أصلا في المحكمة إذا كان محكمة الموضوع فصل الموضوع فصل في الدعوة أنت ما عندك حق تاني تجيب شهداء لأنه الموضوع بتاع الشهداء ده في 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 في, في المحكمة أنت ما زول الحمار ده يفهمه كيف ما عندك شهاده ثانيه مش تقدر تشهد كيف يعني اول حاجه في محكمه الاستئناف انت ما تخش افهم يا جنجويتي يا رباطي ها افهم يا طيره في محكمه الاستئناف انت ما بتخش بيخش الملف بيشيلوا من القاضي بيجيبوا بديل الموظفين هناك الموظفين بيحطوا في الارشيف بيطلعوا من الارشيف المهام حقك مطعم في القضيه دي وبيجيب عريضه كويس فيها دمغات بتاع المحكمه ودمغه بتاع مهامه وبتاع تفاصيل بدل عريضه للمحكمه، المحكمه شنو؟ القاضي ها الحكم القضيه درجه اولى بوقي فوقه بصدق انه شنو؟ القضيه دي استأنفوه الملف ده استأنفوه برغمه تمشي توديه للموظفين، الموظفين طوالي بيجيبوا لك الملف ما بدوك له في يدك انت ولا بدوا للمحامي، طب مجنون في مخك؟ طب بدقوا العريضه كده وشنو؟ الله بسطه بودوا شنو؟ للمحكمه بودوا محكمه الاستئناف القاضي براه بعد هم ثلاثة قضاة
بمر الملف على 3 قضاة، افهم يا جنجبيل؟ تمام؟ فبجي بثلاثة، الحكم بيجي بثلاثة، إعادة السير في الدعوة، إعادة السير في الدعوة، ثاني يرجع المحكمة، أو تأييد المحكمة، أو شطب الدعوة شكلا. ده الموضوع. ثاني ما في شاهد بتاع حبوبتك، المهم نمشي قدام. شفت الجنجبيل؟ ما عندكم أي طريقة، ما تقول لي موسى هلال ولا موسى الزفت يا دول. طيب. طيب نمشي قدام شوية، نمشي قدام شوية. امبارح في واحد عمل لنا شير يا جماعة، اللايف ده ما ينزل. امبارح في واحد جا في اللايف هنا، ودائما طبعا الكيزان أولاد الكلب، فبيقوموا بيقوموا دائما هم بيستخدموا القبائل. الكيزان أصلا بطبعهم أولاد السفلة بيستخدموا القبائل، وبيستخدموا الادارات الاهليه بتاع القبائل، الادارات الاهليه صاقه طط مع سلامه تاني. شباب زي الورد، شباب جديد، ما في حاجه اسمها اداره اهليه بعدها، ما شغالين باداره اهليه. الموضوع ده انتهى. بمشوا بطبطبوا للقبيله دي بادارات الاهليه ديلك، وبرجعوا هناي لما يشوفوا قبيله كده قويه. حسي مش الايامات ده، انا مختلف تماما مع مني وجبرين والمهم، ديل مختلف معاهم تماما. وكلمنا الموضوع ده، قلنا ده الناس ديل ما بمثلوا قبيله الزغاوه. نعم من الاثنية بتاع الزغاوة، لكن ما بمثلوا الزغاوة. الزغاوة دي قبيلة كبيرة. فاليوم شنو؟ جزء من السفر هناك، لا لا والله أنا مختلف معهم، لكن خليه بس نفند الموضوع. فهي ده حكم الزغاوة، زغاوة زغاوة زغاوة، زغو زغو، حكم الزغو حكم طيب خليه يجي عبد الواحد، قسما بالله نفس خليه يجي عبد العزيز الهلو، نفس البرنامج. لكن لو في واحد من ابناء الشمال حاكم، والمنظومه الحاكمه اللي عندها نصيب الاسد من 60 سنه، ده ما كان قاعد يقول حكم شمالي. لا لا يقول لك لا لا يا اخي البلد ده الحكم ده ما كان فيه حشو وكده. ايوه ايوه اي من الشرق من الغرب، ما 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 قطيع ما خان منهم قطيع ساكت. ما تجي تقول الرئيس الفلان كده 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 كده، الوزير الفلان كده كده كده، من كده من رقعة الجغرافية، وشوف المرافق الحكومية، امشي المرافق الحكومية دي تتلفة. متكلموا كيف؟ دي نفس الأف والله لازم هسه تجي يقول لك قبل اليوم هناك اسمه حميدتي فات المساليد وفعلوا تركوا المساليد وبتاع. يا منزور يجي يتكلم يقول لك لا 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 انت من قبيلة كده. حلو يا اخي، انا في النهايه افريقي صح؟ او بلاك بيبول. طيب قول بكره انا بقيت برقاوي ودافعت عن البرقو، هيجي يقول لك لا 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 انت ما برقاوي، لانه البرقو بقى اقوياء صح؟ الداجو. طيب بكره انا اقول لك ها ها انا داجو، يقول لك لا لا انت ما أنا. نفس الكلام ده عبد العزيز الهيرو، لا ده مسلاتي نفسه. يب طيب واحد جيبه من ها الزول ده تعرفوه هاي ده شنو؟ نوباوي هاي، تعال ابقى رئيس عبد العزيز هيلو هاي امشي برا، تعال يا انت مقتنعين به انه الزول ده نوباوي هاي، يلا تعال ابقى رئيس. حل محل عبد العزيز الهيلو. بكره يقول لك لا 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 الحركه الشعبيه دي حركه قبليه وبتاع اوي بندقيتك بس. الناس اللي بلكلكوا ما دايرين حريه سلام وعداله ديل يتفرقع الموضوع في راسهم، الجرى جرى والمات مات والاتكسر اتكسر. يجب على المواطنين من ابناء الشمال يكونوا زينا نحن في تعليقاتهم، في وقفتهم، في سلاحهم، زينا نحن زي ما ردمنا الادارات الاهليه وردمنا رؤساء الحركات المسلحه، حقه زينا. لانه باسم الشمالي ممكن يقومك وتموت ساكت، تموت فطيس. عرفت كلامي؟ نمشي قدام شويه. طيب. ما في زول يجي يقومنا باسم دارفور وبتاع. الزول الامس ده الوسخ قال يا اخي انت قاعد تدعى للسلاح، بقول للناس شيلوا السلاح ضد قبائل وانت ضد ال ضد الرزيقات. اهو طيب ده رايك شنو؟ ده مسيلات ده رزيقي خبط لحميدتي وقال لك ما عنده انتماء حتى للرزيقات. اكرر لك كلامه ثاني؟ اها ده شنو ده؟ ده الجنجبيت الكبير طبعا، ده كبير ومن الذي علمه السحر. ده نقطة مهمة، لكن ده ارد على كلامك انه انا ما براي قلتها امبارح طبعا، قلت لها ابو رهف برضه قال الكلام ده، لكن في نفس اللحظة ما كان عندي المقطع الفيديو بتاع أبو رهف عشان أجيبه في اللايف مباشر، وأبو رهف قال شيل سلاح، ما كان عندي.
حرقتني الكلام، لكن شنو اتحملته. بس بالليل ده شفت لخالد الساعه 2 نمته محروق كان من كلامه، فقلت اصبر لخالد بكره الصباح. والمهم الساعه 5 كده بتوقيت السودان ولا 4 ونص انا بجيب له الفيديو. الفيديو هو ده اهو اهو، تعال نط في ابو رهف يا هدى. ده ابو رهف صوت وصوره، صوت وصوره ابو رهف. قال شيلوا سلاح، قال شيلوا سلاح ابو رهف يا هدى. ابو رهف يا هدى قال شيلوا سلاح. بعد كده تودي الكلام ده كيف؟ تودي وين؟ تودي وين الكلام ده؟